الجواب اترك نهائيا، لأنك لو تركت نهائيا لن يسألك الله يوم القيامة لماذا لم تساهم بالشركة الفلانية. لكن لو اشتركت في شركة وهي تتعامل بالحرام تعرض نفسك للمسؤولية، فتسأل يوم القيامة لماذا أقدمت على الاكتتاب في شركة لا تعرف ماذا وبماذا تتعامل، فالترك براءة. وهذه القاعدة وجانب الحظر أغلب في نظر الشرع، بيقولون الدين تيسير والدين رحمة. نعم تيسير رحمة، لكن ليس انفلات. التيسير مقنن بالرخص، التيسير مقنن لكن مع التزام بحدود الشرع. أما الذي يريد كل شيء على مزاجه على هواه تحت شعار التيسير، لا، هذا ما عرف حدود الله. وجانب الحظر أغلب في نظر الشرع، فلذلك ترجح. وهذا إذا اختلط حلال محصور بحرام محصور، فإن اختلط حلال محصور بحرام غير محصور فلا يخفى أن وجوب الاجتناب أولى. رحمته يكرمنا بكرمه، اللهم اهدنا بهداك وأعطنا من عطاك وأكرمنا بطاعتك ولا تهنا بمعصيتك، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. دام الإنسان لا يعني يخلف بلسانه عن الدعاء، لأن هذا الدعاء صلة بينك وبين الله عز وجل، والاستجابة من عند ربنا سبحانه وتعالى. نحن متعبدون لله بالدعاء، إحنا نعبد الله بالدعاء كما نعبد الله بالصلاة كما نعبد الله بالصيام، نعبد الله عز وجل بالدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى يجعل الفرج علينا وعليكم قريب، قول اللهم آمين. 169 33 77، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا دكتور عاصم السبع؟ صوتك الطيب الجميل. يا مرحبا. الله كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. يا مرحبا. والله أنا بحب أحكي عشان بس أسلم عليك وأسمع صوتك الطيب الجميل وأسمع كلامك الطيب اللي يريح القلب، والله يا رب يخليك ويطول عمرك ويرفع قدرك يا دكتور. اللهم آمين. اللهم آمين. أنا إلي حاجة عندك يا دكتور بعد رب العالمين. الله يقدرنا يا رب، تأمري أمر. الله يقضي يا ربي ما يمر عليك ظالم والعدو يا دكتور. أنا مريضة يا دكتور يا وعندي تهتك في إيدي في الكتف الشمال وتعبان كثير يا دكتور، ومطلوب مني جلسات، والجلسات هاي والله بتكلف، وأنا كل اللي بأخذ من التنمية 50 دينار، وعندي يعني ربة أسرة بس عشان أطفالي من غزة أنا ما معهم يعني يطلع لهم إشي، وأنا تعبانة والله يا دكتور، مريضة ضغط السكر، باخذ 3 جرعات أنسولين، والتهتك هذا تعب إيدي ما بقدر أرفع إيدي كتفي الشمال، والله تعبانة يا دكتور محمد، والله إني تعبانة. طيب والله ليلي ليل ولا نهار نهار. منوديك على مركز فيزوان. نعم أخونا إسلام، مركز فيزو 1 بيعطوك العنوان وبتروح لهناك وبنشوف ايش تكلفة العلاج ان شاء الله، وشو ربنا بيقدرنا نساعدك، احنا حاضرين. انا والله سكري خربت السوق يا دكتور، حتى جرات طرق ما معي اروح لغاد، انا يعني وضعي سيء. انتو في حواليكم بالمنطقة واحد عنده علاج طبيعي؟ ما في مشكلة، مدام تليفونها عندنا متحاكى معها، منشوف إذا في حد حواليها مركز علاج طبيعي، إذا ما فيه بصير تيجي لها ولو مرة مرتين في الأسبوع عند مركز فيزو 1، وعلى الأقل بيعلموها شو تعمل، يعني يمكن ما تحتاج أنها تروح إذا كان شغلتها تدريب. على كل حال هم أعرف مني بهالشغل هاي، وشو بطلع بيدنا نساعد إحنا حاضرين. الله يحييك يا مرحبا يا طيب. في عندي سؤال بيقول دكتور ما حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم بالصلاة أخونا بمصعب السرية، خاصة إذا كان الإمام سريع والمأموم ما بلحق يكمل السورة، لابد من قراءة سورة الفاتحة في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية؟ لابد أنه نقرأها ولو احتاج أنه الواحد يتأخر عن الإمام في الركوع ما بيأثر، لو احتاج واحد يتأخر عن الإمام في الركوع بين ما يخلص قراءة الفاتحة بتأخر ما فيها مشكلة. الله يحييكم جميعا. 569 33 77، معنا اتصال. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتورنا الحبيب كيف الحال؟
يا مرحبا، الله يحييك وسلمك سيدي. سؤال هيك من غلبك. الله يحييك ابو محمد العتوم. والنعم يا مرحبا، حياك الله دكتور. وصلنا على المسجد لسه بعدهم ما قاموا الصلاة، فكانوا الشباب بدهم يطلعوا على الدوام، فاقتدينا بأخ كان يصلي بالناس صلاة الفجر، فهل تحتسب جماعة؟ نعم. يعني كان كان الوقت ضيق. شو المشكلة؟ القصد انه كان الوقت ما استنينا تقاموا صلاة الفجر، فلقينا اخ يصلي العدد جماعة. نعم ماشي، ما انتوا صليتوا جماعة يعني اجرها اجر الجماعة. اجر جماعة، جماعة وفي مسجد وفي ذمة الله حتى يمسي. بارك الله فيك. ابدا من الدكتور. يعني أي جماعة بيصلوا في المسجد، الله يحييك، أي جماعة في يصلوا بالمسجد اسم صلاة جماعة. ما تستنوا هالعشر دقائق وهالربع ساعة؟ لا ما احنا مش عشر دقائق وربع ساعة، احنا ورانا دوام، ورانا طريق، ورانا دوام، ورانا طريق، ما بيأثر. ولذلك شوف يا أخوان، لازم الدين الله يجزيك خير على السؤال حبيبنا العتوم. الدين بوسعنا كلنا، الدين بوسعنا كلنا. موضوع الانتظار بعد الصلاة عشر دقائق أو ربع ساعة أو خمس دقائق، هذا كان إحنا اتفاق بين بعضنا إنه مشان ما تروحش علينا الصلاة. لكن لو واحد أول ما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال أصلي فرض الظهر الله أكبر، تمام، صلاته جماعة، أن حسبت صلاته. وين بتصير هاي كمان؟ بالمطار. مرة كنا في المطار ودخلنا نصلي الفجر، والحبيب الغالي الله يطول بعمره يتقبل منه ومنه، احنا ورانا طيارات بدها تروح، كل مصلي كل مقتدي رايح له عبلد اكيد يعني. والحبيب اجى يتجلى، كان يوم جمعه، وبده يقرا في الركعه الاولى السجده، وبده يقرا في الركعه الثانيه اكيد يعني سوره هل اتى على الانسان حين من الدار. طب يا حبيبي هذا بتسويه في مسجد دار، بالمسجد جنب البيت بتسويه، اما في المطار، في المطار إن أعطيناك الكوثر قل عن رب الناس. فلازم الإنسان يراعي الأحوال. إحنا دخلنا مجموعة على المسجد، ورانا دوام، صفينا السيارة، نزلنا من نصلي وظل طالعين. أهل المنطقة بستنوا ربع ساعة، بستنوا نص ساعة بصلاة الفجر، الانتظار عندنا نصف ساعة. أيوة، لكن إحنا دخلنا صلينا وطلعنا ما في إيش. ولذلك حتى من السنة إن الإمام في مسجد السوق، في مسجد السوق الإمام يختصر، الناس عقلها بالتجارة وبالفلوس وبالزبون فات وزبون طلع. فالدين يسعنا كلنا، والدين ذوقيات مش فوقيات، الدين ذوقيات وليس فوقيات. فاصل وراجعين، الله يحييكم. مرحبا بكم جميعا في إذاعة يقين وبرنامج الجهمة كمي 569-33-77، الله يحييكم جميعا. يا مرحبا، معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا سيدي شكيخ؟ بخير ولله الحمد، يا مرحبا. سيدي الشيخ، أنا بحب أشكرك، أنا حكيت معك البرنامج بعشرين الشهر، أنا اللي حكيت لك إنه علي 500 دينار، والزلمة بدي أخذ مني ربا 300 دينار إذا ما برجعلوش إياه. وفي معدين البرنامج حكوا معي، في واحدة متبرعة بشكرها لأنه كان والله هم يا رب، وأنا حبيت أشكر ما اتصلت علينا، والله ربنا سبحانه وتعالى ربنا يسرنا إياه. فالأخت الله يجزيها عنا كل خير، اتصلت وقالت أنا بتكفل في موضوعك، وربي يجزيها كل خير. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بركة هاي الأيام أن يمد في رزقها وفي عمرها، ويبارك في كل ما آتاها من نعيم الدنيا، وأن يجعل نعيم الدنيا موصول بنعيم الآخرة، آمين ويتدر على كل خير. والله يا شيخ يشهد الله إنك الحمد لله. الله يا رب يجزاها كل خير. الله يا رب يخلي لك أولادك ويسر أمرك وفرج همكم. آمين 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 آمين. الحمد لله، الحمد لله على الحمد لله يا رب لك الحمد لله، أهل الكثار، وربنا سبحانه وتعالى دائما. والله أحسن لك يا الله يا شيخ، يا رب إنه وضع
وعندي اربع اولاد قسم بالله وقاعد في الاجار والوضع الحمد لله رب العالمين الحمد لله. يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد. الله يكثر دائما اخواننا اخواتنا اللي فزعه واللي دائما يعني فازعين ومبيضين الوجه. اي والله الله يزيد الله يطول عمرها ويخلي لها اولادها كل امين. كل واحد بيفزع معنا في إذاعة يقين وبتبنى هالحالات ويثق في إذاعة يقين ويثق في العبد الفقير، إحنا بنقول له نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمد بين يديك مدى وأن لا يعد عليك عدى. اللهم آمين. هذا أخونا كان اتصل وطلب 500 دينار لأنه صاحب الدين عاملهم 800 عليه بالربا، إذا ما قدرت تسد فصار يطالبه ب 800 دينار وربنا سبحانه وتعالى هيئ الأسباب وأختنا الله يكرمها ما قصرت. الله يجزيك عنا كل خير. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، بخصوص الأخت اللي اتصلت تسأل عن جلسات العلاج الطبيعي لكتفها. نعم. هلأ في أنا كنت حابة أدلها في مركز قريب عليها، هي حكت إنها ساكنة بخريبة السوق، في مركز بيعالج بشكل مجاني اسمه مركز سيدة السلام، هو قريب على مدرسة شويفان، العلاج عندهم مجاني والجماعة جدا متعاونين وخدمتهم جدا ممتازة. هلأ أنا تركت رقمي عند الإخوة المعدين، إذا بتحب أنها تتواصل معي بتحب أرنلها عليهم، أنا اشتغلت عندهم فترة منيحة يعني، إذا بتحب أتواصل لها معاهم ما عندي أي مشكلة. هلأ إذا تيسر لها العلاج عندهم كان بها، إذا ما تيسر برضه رقمي موجود، إذا بتحب هي تتواصل معي، أنا المشكلة بعيدة عليها، أنا ساكنة على السابع، بس إذا كانت بتقدر توصل لعندي فأنا بتبرع أعالجها يعني لوجه الله تعالى. إذا كانت بتقدر توصل لعندي معنى أني أنا ما بقدر أوصل لعندها، ولكن إذا هي بتوصل إذا بتقدر أنها توصل لعندي أنا ما عندي مشكلة أقدم لها جلسة. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. أنت أخصائية علاج طبيعي؟ أنا علاج وظيفي شيخ، بس أنا مكملة دكتوراه وعندي يعني ملمة ببعض الإصابات يعني. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. ربي يكرمك ربي يكرمك ويجيك كل خير، ونوصل لك معها وتوصي عليها هناك، ويعني شو أقول لك، ما بقدر أقول لك إلا الله يحميك ويحفظك ويزيدك من نعيمه. الله يسعدك بارك الله فيك على الهمة الطيبة. بارك الله فيك على الهمة الطيبة. شكرا لك يعطيكم ألف عافية. ما شاء الله عليك ما شاء الله. يا مرحبا هلا دكتورة يا مرحبا. أخت مقيمة في أختنا مقيمة في قبرص وتقول في واحد بده يدخل الإسلام فهل يكفي أن ينطق بالشهادتين؟ نعم، للدخول في الإسلام مجرد النطق بالشهادتين، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يكون قد دخل الإسلام، وبعدها بنبدأ من علم بقية الأشياء. لكن أهم نقطة يا أخواننا هي أن ينطق بالشهادتين، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذا نطق بهذه الشهادتين دخل الإسلام وأصبح الآن أخونا المسلم، الله يحيي له ما لنا وعليه ما علينا، وإن شاء الله رب سبحانه وتعالى يكثر المسلمين ويحسن نوعيتهم. فإحنا النطق بالشهادتين هو أهم شيء، أهم شيء النطق بالشهادتين. من الأشياء المحزنة بصراحة، الأشياء المحزنة، المسلمين كانوا موجودين في قرطبة وفي طريطلة وفي أسبانيا اللي كانت والأندلس وغيره، لحد اليوم في مناطق قرطبة وطريطلة ما هذول أصلهم مسلمين، هذول أصلهم مسلمين لكن ممنوع يظل على الإسلام، واحد من الاثنين إما أن يقتل أو بيغير دينه، وصار في عندهم محاكم التفتيش وممنوع يكون أي إسباني. بهاي معلومة مهمة جدا لازم تعرفوها، إنه أي إسباني لا يجوزه أن يكون إلا على الديانة النصرانية، وبقي هذا القانون لسنة 1986 يعني لقبل كم من سنة، حتى سمحوا بتعدد الديانات وبغير هيك إما أن يقتل أو أن يرحل. أيوة، لحد اليوم مناطق قرطبة لما بيموت واحد بدخل لعنده بيقولوا له لا خلالة، عرفوا شو يعني لا خلالة؟ أصلها لا إله إلا الله. تخيل بيفوتوا عنده قبل ما يغسلوه ويغسل ويكفن
تخيلوا، مع أنه على غير الإسلام، وبيقولوا عنده عند الميت بيقولوا لا خلالة أصلها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من الأشياء المحزنة، طبعا هم ناسين يعني مش عارفين عن حال المسلمين، الآن بدأوا يطلعوا من جديد بفضل الله عز وجل، صار منهم ناس يروح المغرب يدخل في الإسلام. الفكرة الثانية أنه في خلال الفترة الماضية قبل كم من سنة كان في عندهم عملية تحسين لمقبرة، فنبشوا جثة لقوا مكتوب عليها داخلها ورقة داخل الكفن ومش عارف إيش بالأسباني، مكتوب يا منكر، مش احنا منكر ونكير بسأل واحد من ما دينك، يا منكر هذا مسلم ولكنه نسي. مدافنين الورقة هاي معاه في القبر إنه مشان لما يجوا الملائكة يقولهم على فكرة يعني ترى هذا مسلم بس يعني شو نسوي، هيك صار معه، يا منكر هذا مسلم ولكنه نسي. فالآن بدأ يظهر شيء اسمه المسلمون الجدد، اللي هم هذول على فكرة مش عرب، هم هذول أسبان وكانوا على الإسلام، ومحاكم التفتيش اللي انعام المسلمين هناك بأنه إما أن يقتل أو بغير دينه، كثير الناس خرجوا من الإسلام وتحولوا. فإحنا نقول يا ربي لك الحمد على نعمة الإسلام. لو أهلك هسه بقولوا لا خلالة بتكون حالتك حالة، فيا ربي لك الحمد إن نقول لا إله إلا الله. كل واحد بيسمعني الآن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاصل وراجعين. حياكم الله جميعا في إذاعة يقين وبرنامج همك همي. معنا اتصال. ألو ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. يعطيك العافية شيخ. يا مرحبا، أهلا وسهلا. يا شيخ بالنسبة لسورة الكهف، هلا القراءة نعم. طبعا معروفة، من قرأ سورة الكهف من الجمعة للجمعة نور. نعم صحيح. طب لما نفتحها ونسمعها نفس الشيء يا شيخ؟ ما هو ليش نقدر نقرأ؟ يعني شو السبب؟ لا مش انه ليش ما بنقدرش نقرأ، يعني اذا فتحتها بالبيت بيصير يعني جاي. لا شوف بدي اقول لك نقطة. القرآن القرآن بركته حاصلة، فإحنا إذا يوم الجمعة فتحنا على سورة الكهف تقرأ في البيت يعني كأن بخرنا البيت، البيت كله صار فيه نور. لكن أنا بفضل أنه أنا كشخص أني أقرأها، يعني لو فتحنا مسجل وقرأها في البيت. لا أنا بقرأها، أنا قرأتها. لو يوم الجمعة فتحنا مسجل، فتحنا على اليوتيوب مثلا وسمعناها ونقرت في البيت، ترى البيت كله بيحصل له البركة. لكن هل أجر سماعها مثل أجر قراءتها؟ أكيد لا. أكيد لا. وإلي طلب ثانية. تفضل يا أختي. الله يسعدك، أنا قبل فترة طلبت منكم بالنسبة للكهرباء، قطعوها لهم 4-5 أيام قاطعينها علينا، ورحنا على أساس نعمل نحكم إنه تصبروا علينا، اللي بحكي تدفعوا نص القيمة وبعدين الباقي تقسيط. طب من وين أجيب لك نص القيمة؟ نعم 900. قديش نص القيمة يعني؟ بطلع مقدار 976 دينار علينا. والله يا شيخ ما في منهن لو الله. انه دينار، الله اللي بيعلم شو فيه، الحمد لله رب العالمين. المستعان بالله، من اللي منهن لما ان شاء الله. ما عليك خلي تلفونك ان شاء الله. وبالنسبه لاجار البيت نفس الشيء، يعني في شيء الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الرزاق والله عز وجل ماشي، خلي تلفونك عندنا، وربي سبحانه وتعالى كل شيء قدير وهو الرزاق سبحانه وتعالى. خلي تلفونك عندنا خيه، المستعان بالله. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعطيك العافية شيخ. يا مرحبا. الله يعافيك. محمد نوح. بدي أسألك سؤال معلش. اللهم صل على النبي. تفضل يا أخي. يزيد فضلك. عندي معاي سكري وضغط ومعاي ديس، وبس أصلي ما بقدر أطمل، بصلي وأنا قاعدة على الكرسي
وبس أتوضى ما بقدر أكمل أتوضى. بارس حكولي رسي على إجرك 3 مرات على اليمين وعلى الشمال. والله مصلى على سيدنا محمد. بس أقدم الصبح مرات بصحى مرات بكون الشمس طالعة بصلي. بجوز يا شيخ والله أنا متندمة يعني إني ما بقوم على صلاة الصبح. إلي كم من يوم امبارح صليت صلاة الصبح وحمدت ربي الحمد لله الحمد لله صليت وأنا حاضر. هي ثاني يوم بصلي وأنا حاضر صلاة الصبح بس إلي كم من يوم لا. الله يتقبل الله يتقبل الله كل حال اليوم اللي بتصحي عليك. فيه نعم. خلي أكمل لك أنا آمين. تفضل. اليوم اللي بتصحي فيه وقدرت تصلي صلي. نعم. واليوم نعم. اللي راح عليك لما تصحي بتتوضي وتقضي قضاء. نعم. اليوم اللي بروح عليك تطلع الشمس. نعم. بتقضي ركعتين قضاء تمام. نعم. هاي نعم. واحدة. الشغل الثاني كونك بتصلي على كرسي ما فيها نعم. مشكلة اللي بتقدر عليه سويه. الشغل نعم. الثالثة بس موضوع الوضوء رجليك ليش ما بتغسلهم؟ نعم إجري ما بقدر أطملهم ما بقدر أنا معي دسك بظهري وأنا توفى. طيب لو أنت بالحمام خلنا أكمل لك. لو أنت بالحمام ومسكتي هذا البربيش اللي بيستخدموه وغسلتيهم ما بزبط أنت واقفة؟ لا بزبط أنا هيك بعمل نعم. أنا بس ما بقدر أطمل بالأصابعي والركبة. لا ما تفركيهم بدون ما تفركيهم بدون ما تفركيهم بس بالبربيش هذا تبع زي تبع الدش بتبل رجليك اليمين بعدين الشمال وربنا يتقبل منه منك صالح الأعمال. الله يسعدك. بدي أسألك معلش نعم معلش بالنسبة لابني توفى جديد له 18-5 وبضلني أبكي بقولوا لي لا ما تعيش تحرقين الله يرحمه طب مثل الوردي الله يرحمه ويرحم أهل غزة والله يرحمه رحمة الله عليه وعظم الله أجرنا جميعا بوفاته إن شاء الله. البكاء البكاء على الميت يا أختي ما بيأثر لو بكيت هذا دموع الأم إن العين اللي تدمع الواحد تحزن على قرايبه فش حال الأم مع ابنها فما بيأثر يا أختي ما بيأثر. اللي قالوا لك عنه هذاك مش فاهمين عليها القصة إنه هذاك اللي بيستأجروا كانوا زمان يا أختي ما ظلش من اليوم كانوا زمان يستأجر واحد وحدة ظلت عيط على الميت هذا الحرام. أما أم بتعيط على ابنها أخ أخت بتعيط على أخوها هذا ما بيأثر يا أختي. إحنا كلنا بشر وبني آدمين بنعيط ما فيها مشكلة رحمة الله عليه وربنا يتقبل شهداء غزة كمان المستعان بالله. فاصل وراجعين الله يحييكم جميعا. الله جميعا في إذاعة اليقين 569-33-77 معنا اتصال. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. الله يكرمك يا مرحبا دكتور. الله يخليك بس سؤال صغير الله يكرمك دكتور. تاتو الحواجب وتركيب الرموش حرام وبيبطل الوضوء ولا لا؟ تاتو الحواجب نعم هو تاتو الحواجب بيكون يعني تلزيق. والله أنا صدقا ما بعرف بس أنا أختي عملت بس هو بيكون مش هو فعليا إضافة رموش على رموش الحواجب وبالأصل الحواجب ما فيهم أي علة يعني بس إنه بس يعني زيادة. شوف يا أختي هو القاعدة كالتالي إذا شيء يمنع وصول الماء للجلد ما بيجوز بيبطل الوضوء يعني لا يصح مع الوضوء. إذا شيء يمنع وصول الماء فإذا كان تكثيف شعر الحواجب بشيء لا يمنع وصول المي للوجه ما بيأثر. طب وتركيب الرموش مثل الرموش دكتور. الرموش إذا كان نفس الشيء تركيب الرموش إذا كان تلزيق على الجفن بحيث يمنع وصول المي منقول ما بدنا إياه. وأما إذا كان تلزيق شعر مع شعر بحيث الحواجب الرموش تكون كثيفة هذا ما بيأثر. طيب دكتور فإحنا عندنا القاعدة كل ما يمنع وصول الماء إلى الجلد هو اللي ما بدنا إياه. نعم. أما إذا لا يمنع خلاص ما بأثر. تمام دكتور. وبالنسبة لتحديد النسل في أطفال الأنابيب حرام ولا حلال؟ تحديد جنس الجنين. نعم تحديد جنس الجنين قصدي. ما بأثر يعني اختار ولد أو بنت بأثر. نعم يعني عملية التحديد
ما بتأثر، لكن كيفية التحديد هي اللي فيها إشكال، لأنه مرات يا أختي بعد ما يتشكل بنت أو ولد إذا بدهم أولاد ما بدهم بنات بقتلوا البنات، هذا حرام. لكن إذا كان بعد ما يصير لكن إذا كان تحديد جنس الجنين من البداية، يعني نختار بذرة الذكورة من البداية، ما فيها تكون البذرة ذكرية، ما بيأثر، هذا ما بيأثر. مشكور يا دكتور، يجزيك كل خير، يعطيك ألف عافية. الله يسلمك يا مرحبا. هذا الموضوع يا أخوانا، بس مرة ثانية أنبه، تحديد جنس الجنين إذا كان يؤدي إلى قتل جنين حرام، لكن في عملية بأنه أصلا يفصلوا بالعملية الاختلاط، يفصلوا المذكر عن المؤنث، هذا مشكلة. الاختيار من البداية فيها مشكلة، لكن بعد ما يتشكل الجنين يقوم بقتله، لا هذا حرام، معاذ الله. أي نعم، في معنى اتصل. ألو، السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور العزيز المحترم، كيف الحال؟ الله يعطيك العافية، حياك الله يا مرحبا. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب، معك جودة رواجد من المفرق جميعا إن شاء الله، والنعم والله، يا مرحبا. منك يا سيدي، الله يحييك يا سيدي. ما بتأخر عليك، بدي أسألك سؤالين دكتور. أول شيء، أنت تفضلت في بداية الحلقة، في أخ من الأخوان سأل سؤال عن اللي هي قراءة سورة الفاتحة أو القرآن خلف الإمام في الصلاة الجهرية. الإمام، نعم. أنا امبارح حاضر فيديو لأحد العلماء، ما بدي أذكر اسمه، أحد العلماء اللي معروفين في المملكة العربية السعودية، فحكى أنه هذا الشيء غير مستحب، أو أنه ما بصير نقرأ القرآن خلف الإمام، لأنه هو إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم. نعم. فدكتور فبدأ البت في هذا الموضوع. الشغلة الثانية دكتور، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بشعر دكتور في ضيقة في صدري، هي صابتني تقريبا من سنتين وجاي، بشعر في ضيقة كثير في صدري، وما بركز في صلواتي ولا بركز في حياتي الشخصية وحياتي الاجتماعية وحتى عملي، ما بركز فيه، ضيقة هيك في صدري دكتور، ضايقتني، بسبب لي مشاكل كثير، حتى مع عائلتي بسبب لي مشاكل، فبدي نصيحتك يا دكتور. نعم. لهذا الشيء، مسألة الضيقة هوينة، لأنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي، يغان يعني بالضايق، نفس الحالة اللي حضرتك تحكي فيها، إنه ليغان على قلبي، هذا علاج يا أخي الكريم، علاج، بدك ترتب على نفسك واجب من الأذكار اللي هي أستغفر الله 100 مرة، اللهم صل على سيدنا محمد 100 مرة، ولا إله إلا الله 100 مرة، هذول لابد منهن، بالإضافة إلى قراءة الفاتحة وآية الكرسي وآمن الرسول لقد جاءكم رسول أنفسكم والمعوذات مع قل هو الله، هذا بده يكون عندك زي فرض الصلاة يوميا. هذول أنا يلي بحكي معك، لما بشعر الضيقة بقراهم سبحان المعطي، يعني كأن شيئا لم يكن، فهذول لابد منهم. واحدة، الموضوع الثاني، موضوع قراءة الفاتحة خلف الإمام، يعني أنا عندي قاعدة بتقول الإفتاء لا يستورد ولا يصدر، كل بلد فيها علماء اللي بيفهموا على جماعتهم، وفيها مشايخها اللي بيفتوا بلدانهم، فالله يجزيهم الخير، مشايخ السعودية أو غيرهم جزاهم الله خير الجزاء. إحنا في المملكة الأردنية الهاشمية عندنا مشايخ وعندنا علماء، وقراءة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا خارج الصلاة، أما في الصلاة إحنا في عبادة، العبادة لابد منها، يعني اللي تخيل واحد قاعد يصلي أروح أفتح عنده التلفزيون على قراءة القرآن، يبطل يقرأ مشان يسمع القرآن؟ هذا في أركان الصلاة، لها أركان لابد منها، وإلا أنا بواحد بخلي قاعد يتصلي وباجي أنا بفتح المصحف وبقرأ، بمنعك قراءة الفاتحة وشيء؟ أكيد. هاي لحال وهاي لحال. بارك الله فيك، هذا يكون خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فالفاتحة ركن من أركان الصلاة، ربنا يتقبل الجميع إن شاء الله. يا مرحبا، يعطيك العافية. عليكم السلام ورحمة الله. رحم الله عافاك الله، يا مرحبا، حياك الله يا شيخ. قبل 4 سنوات وقعت وصار معي حادث وفقدت النظر،
لا أستطيع قراءة القرآن، أستمع إليه استماعا، لكني أرغب في قراءته. إن كان في مجال تعطوني مصحف ناطق، إن كان بالإمكان بنسجل اسمك عندنا، وإن شاء الله ربنا بيسهل الأمور، هو أظن سهل الحصول عليه. فعلى كل حال خلي عندنا، خلي اسمك عندنا عند الأخت اللي كانت خليك معي على التليفون. نعم صحيح، خليك معي على التليفون وإن شاء الله بنسهله. الصلاة الإنسان بيصلي حسب ما يستطيع، اللي عنده خشونة بالركبة، بس أنت بتقدر توقف، إذا بتقدر توقف تقرأ الفاتحة، تركع وانت واقف. يعني خلينا نقول أركان الصلاة اللي الإنسان بيقدر يسويها وهو واقف لابد أن يوقف فيها أركان الصلاة. واللي عنده خشوع بالركبة يمكن ما يقدرش يسجد أو ما يقعد بين السجدتين. فإذا الأركان التي نستطيع أنك تجيبها وانت واقف لابد أنك تأديها وانت واقف. ربنا يفتح علينا وعليكم إن شاء الله، ويتقبل منا ومنكم صالح الدعاء والأعمال. ولا ننسى دعواتنا لأهلنا وأخوتنا في غزة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماءهم وأن يكبح عدوهم وأن يلجم المعتدي عنهم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. إحنا لهون نأتي لختام حلقة هذا اليوم من برنامج همك همي، متواصلين إن شاء الله دائما على 569-33-77. إلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على المشاهدة، يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. قناة محمد نوح الغير رسمية لنصرة قضايا الأمة